القرار الوزاري سهل كثير بالمصاعب. دائما التغيير او التغلغل في قطاع او مجال لا ينجح كثيرا اذا اتى من جماعات وافراد، لكن تكون فاعليته اكبر ويكون قسري واجباري اذا كان القرار يعني من اعلى، من قرار وزاري او قرار سيادي. الحمد لله الحين كلنا كثير في المجال، فرحنا واستبشرنا بقرار وزارة الموارد البشرية، مشكورين. ايضا القرار يعني ما قاله مثل باقي القرارات، يعني اعمل وافعل وكذا واحنا ما لنا علاقه، لا ما قصروا، مشكور. حددوا اجور المهن، الحد الادنى للمهنه 5500. ابرز التحديات كانت وجود تكتلات من جنسيات اخرى، وجود بل انه يعني خلينا نقول دوائر مغلقه، هي كانت دوائر مغلقه، اذا انت ما انت من دائرتنا ما تدخل السوق. مثلا خلينا نقول سوق الدعايه والاعلان كانت دائره مقتصره على فئه معينه. مثلا احنا غفلنا كثير عن جانب التسويق العقاري. التسويق العقاري ايضا هذا قطاع كبير وفيه مئات الملايين وفيه عمولات وفيه، بل انهم يعني اصبحوا يعني انت شايف في المجتمع العادي نفس كالمسوقين العقاريين اصبحوا اغنياء وتجار بفضل الله، ثم بفضل الرزق الكبير اللي موجود في قطاع التسويق. يعني انت سلطان بس بقول نقطة، ترى الحين جينا مكالمات من شركات تسويق برا السعودية ويا كثرهم، ويسوقون لفرص عندهم يعني ومشاريع، انا ما ادري من وين جابوا ارقامنا ولا من وين جابوا معلوماتنا ولا عندهم داتابيس، انا ما ادري، بس انه في استهداف تسويقي بعد عندنا لانه للفرص الموجودة هناك، واحيانا يضيق صدرك اللي يجيك احد رقم من برا السعودية ويسوق لك شيء في السعودية. بالضبط، السوق السعودي او خلينا نقول المستهلك السعودي مرغوب في كل مكان في العالم. المستهلك السعودي، السوق السعودي شيء عظيم جدا، والكل يتمنى انه يدخل والكل يتمنى انه يستثمر فيه، سواء اظهر ذلك ام لا. البيانات تتسرب من عده جهات يعني، لكن بعضها تباع وبعضها يعني انت عارف كل يوم احنا نسجل في برامج، نسجل في تطبيقات، دائما احنا نضع بياناتنا في اماكن كثيره، فبعض التطبيقات هذه او بعض الاماكن يبيعون البيانات او يشاركونها او ايضا عن طريق التهكير.